لو الحكاية فيها إن فيديو. يعني إحنا عندنا مستشار مع مستشار وزارة الثقافة، يعني ما بيجيش في حقنا، يعني الكلام معاه ما جابش في حقنا. كل اللي جاي انت لو قلت هنعمل، لو قلت مش هنعمل، لا احنا عايزين حقنا، احنا طالبين حقنا اللي جابها لنا وزاره الماليه، عايزين 400%. يعني تهديد، يقول لك الوزير هددني، قال لي هاخد معاك قانوني لو اوراقك مش سليمه. قلت له يا فندم انا اوراقي مش سليمه، اسال الماليه. طب في حاله انك ما اشتغلتوش، يعني ايه اللي يعني بيقول لك احنا نصعد الموضوع للوزير ورئاسه الوزراء، ده نطالب حقنا للدوله بتبعته لنا اللي هم 400% على المرتب. عايزين حد، يعني حد بس عايزين 400% وطالبين حد الادنى. احنا مش طالبين اكتر من كده. الفلوس بتروح فين؟ الفلوس بتروح فين؟ الراجل 10 مليون في شهرين بيروحوا فين؟ رئيس الماليه قال عايزين 15 مليون جنيه عشان نكمل السنه الماليه ديت. وناس هنا في الهيئه، ناس جايبه من بره بياخدوا 10,000 و20,000 و30,000، فين حقنا احنا؟ في حاجه اسمها حمامات، 6 حمامات يتوضبوا بمليون ونص، هم معمولين ذهب ولا ايه؟ احنا طالبين حقنا بس مش اكتر.